الفكره كمان يا كابتن، انا لما تعاقدت او خليت هيثم يستمر في فريق زي سيراميكا صاعد، فالطبيعي ان انت مطلوب منه ان هو يكون موجود في الدوري الممتاز، ولغايه ما مشي الراجل في ترتيبه في وسط الجدول وبيأدي بشكل كويس وبشكل رائع. دي الفكره اللي احنا يعني هو بصرف النظر عن احنا كلنا متفقين ان الكابتن طبعا ده سيد مدرب كبير جدا، لكن هي علامات استفهام انت عايز تقول كده على رحيل الكابتن هيثم، علشان نفضل احنا يعني احنا عايزين نقول ان الراجل تعب، الراجل كون فرقه ولما دخل في الدوري الممتاز وبعض الناس قالت لا ده تدريب الدوري الممتاز غلط، والراجل قدر يتعامل مع برضه كابتن الاسماء جداً. اللي حضرتك قلتها دلوقتي اسماء تقيله جدا محتاجه ان الكوتش اللي يعرف يسيطر على الفرقه ويعرف يظبط بالشكل ده، ان صالح جمعه كان بيقعد وما كانش بيتكلم، محمد ابراهيم كان بيجي وقت عليه ويبقى قاعد وما تظهرش مشاكل ويظهر الفريق بالشكل ده، فده طبعا يحسب. اتفق معاك تماما. النقطه البسيطه اللي كنت عايز اضيفها كمان يا كابتن، لو جينا نتكلم على حته احصائيات التعادل، دايما الفريق زي محمد ما قال اللي هو بيعمل عمليه تحفظ ده، ان انت ما يدخلش في الجون فانت بتملك العناصر اللي هي تهدف. يعني حتى هو دخل فيه 24 هدف او 25 هدف، معدل فوق المتوسط بشويه. سواء الفرقتين يمكن ده 24 هدف وده 25 هدف مزبوط. دخل مرماهم، فهو معدل برده مش عايزين نقول قليل قوي. لكن عشان سموحه بيفكر في حته التعادلات دي، لان هو بيملك حسام حسن تحت منه وعبد الكريم الوادي، عبد القادر الشاب الصغير الجميل، مصطفى فتحي راح، فهو اصبح بفكر في التحفظ اللي محمد بيقول عليه، لاني انا املك عناصر في اي وقت هتقدر تهدف. صحيح. فبينطبق الكلام على الفرقتين سواء هجوميا هنا او هجوميا هنا.